السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. رمضان في مصر حاجة تانية. والله رمضان في بلدنا من أجمل وأحلى الأيام اللي الكل بيتهافت علشان يبقى موجود في رمضان في مصر. اخرجوا افرحوا وخرجوا ولادكم وخرجوا خروجات صحاب وخروجات عائلية، نفطر مع بعض، نتسحر مع بعض، نستمتع بأجواء مصر في رمضان. بس ما ننساش نقول إيه؟ اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان. يلا بينا على هاشتاج عمارتنا وشقتنا النهاردة، عمارة الحاج رمضان شقة 3، كلنا نكتب اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، وعلى البوست بتاعنا على فيسبوك صفحتنا الراديو 9090 برضو هنكتب اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان. يا جماعة أيام جميلة كلنا لازم نستفيد بيها، ذكر وقرآن وورد رمضاني. يا ترى يا هل ترى عاملين ايه في قراءة القرآن في الشهر الكريم؟ المنافسة عايزينها تشد وكلنا نحقق اكبر استفادة من الشهر الكريم. وزي ما احنا متعودين عمارتنا السنة دي كلها بتتكلم عن مكارم الاخلاق من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والبداية بتكون المعلومة، سيدنا النبي صلى عليه كان وحيد، ما كانش عنده أي إخوات ولا أشقاء ولا غير أشقاء. والده عبد الله ما تزوجش غير من أم آمنة، وستنا آمنة ما تزوجتش غير من والد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن اللي ناس ممكن تكون ما تعرفوش إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان ليه أخوة في الرضاعة. أيوة، وركزوا في المعلومة دي كويس، ركزوا فيها كويس أو اكتبوا أساميهم: عبد الله بن الحارث، أنيسة بنت الحارث، حذافة بنت الحارث، وأبا سلمة ابن عبد الأسد، وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب. نقولهم كمان مرة: إخوات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الرضاعة: عبد الله بن الحارث، أنيسة بنت الحارث، حذافة بنت الحارث، أبا سلمة ابن عبد الأسد، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. يلا بينا ندخل شقتنا النهاردة ولسه العمارة متزينة وجميلة ويعني زي ما يقولوا كده تبص لها كده وانت مبسوط وانت بتقول رمضان كريم. شقتنا شقة أستاذ وائل ومراته مدام أميرة وابنهم علي. بابي، هو مين اللي في الصورة ده؟ الحبيبي ده عمي اللي يبقى أخو جده، مش فاكره؟ لا مش فاكره. هو إحنا ليه مش منشوفوش ولا منزوره؟ صدق عندك حق يا حبيبي، أنا فعلا بقالي كتير ما زرتوش ولا كلمته اطمن عليه. أميرة، يا أميرة تعالي، عايز أقولك على حاجة. خير، في حاجة؟ البسي ولبسي علي عشان هنروح النهاردة نفطر عند عمي. يا وائل سبحان الله، كان لسه جاي في بالي، اشمعنى افتكرته دلوقتي فجأة يعني؟ والله علي اللي فكرني بيه يا امين. تربيتي يا ابني تربيتي. بص انا خلصت الفطار، ما تيجي ناخده معانا واحنا رايحين؟ ايوه كده بقى، انا صاحب الفكره العبقريه دي. ربنا سبحانه وتعالى وصانا في كتابه الكريم بصله الرحم لما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وكمان قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. رسولنا الكريم وصانا ببر أهلنا وصلة الأرحام لما قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابدأ دلوقتي مكالمة حلوة
للقرايب والحبايب لو لسه ما هنناش بعض بقدوم الشهر الكريم. يلا كلم عمتك، خالتك، عمامك، خلانك، القرايب كلهم، وانسوا الخلافات. ده فرصة، فرصة الشهر الكريم، فرصة نتصل ببعض ونقول رمضان كريم. هتلاقي الردود: انت لسه فاكر، انت لسه فاكرة تتصلي. معلش، خلينا احنا احسن، خلينا احنا بنتبع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بتيجوا كل واحد فينا النهاردة يعمل زيارة كده جميلة يزور فيها القرايب، حد بقاله كتير ما زاروش. لو الزيارة صعبة والمسافة بعيدة، خلاص مكالمة تليفون جميلة. قول لهم كل سنة وانتم طيبين. صدقني الفرحة هتكون كبيرة، ومش بس هم اللي هيفرحوا، احنا كمان هنفرح. احنا كمان ساعات المكالمات دي بتبقى مش هنختلف يعني وهنضحك على نفسنا، بتبقى تقيلة على قلبنا شوية. مش بتبقى تقيلة علشان وحشة، علشان احنا مقصرين قوي وبقالنا كتير قوي ما سألناش، فبنبقى خايفين من رد الفعل. فمجرد ما هنعمل المكالمة دي هنرتاح جدا. تعالوا نعتبر ده واجب عملي كلنا نعمله النهاردة: مكالمة، زيارة، صلة رحم. اتفقنا؟ طب صلوا على سيدنا النبي. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. طيب، اللي فقد عزيز عليه، أب، أم، ابن، ابنة، صدقة، صدقة النهاردة على روحهم، ودي نعتبرها كأننا بنسلم عليهم، كأننا بنودهم، كأننا بنبرهم بعد وفاتهم. موضوع بسيط وجميل، وكلها سنن جميلة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن احنا نطلع ونخرج الصدقات عن أهالينا، لأن لما بنموت العمل بينقطع إلا من ثلاث: العلم، والصدقة، ودعاء الأبناء. وسنتنا المنسية اللي هتكون معانا النهاردة في عمارتنا وفي شقتنا من عمارة الحاج رمضان إيه؟ سنن شرب المية. لما المغرب يأذن ما نجريش نشرب وإحنا واقفين. سيدنا النبي من سنته إنه كان بيشرب وهو قاعد، وكان بيشرب المية على 3 مرات مش على دفعة واحدة. حتى احنا لما بنشرب على 3 مرات بيكون عارفين بهدوء، ما يحصلش هجمة كده ممكن، والعياذ بالله ربنا يحميكم جميعا يا رب، ما يحصلش اي تعب. ونسمي قبل ما نشرب: بسم الله الرحمن الرحيم، وهنشرب على 3 مرات. وكفاية ان احنا نكون بنعمل ده واحنا عارفين ان احنا بس بنطبق سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اما ذكر اليوم: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وسؤال حلقتنا النهاردة: مين هم إخوات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الرضاعة؟ احنا قلناها على فكرة في بداية الحلقة وقلت لكم ركزوا. يلا اكتبوا الإجابة بسرعة على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك، على البوست بتاعنا، وعلى هاشتاج بتاعنا على تويتر: عمارة الحاج رمضان شقة 3. سيبكم على ألف خير وأقول لكم إيه: رمضان كريم.